السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا متابعي القناة الكرام. اليوم راح أتكلم على موضوع مهم جدا بالأندرويد ستوديو، بنعمل تطبيق بسيط يعني نتكلم عن طبعا 3 مواضيع مهمة. أول موضوع هو عمل تايمر، عمل مؤقت للانتقال من اكتيفيتي لاكتيفيتي آخر، أو ممكن تعمل أي شيء أنت بينه. ثاني أيضا موضوع اللي هو طبعا مواضيع بسيطة جدا هي، لكن ما أكو كثير عليها مصادر، يعني قليل جدا المصادر عليها، لهذا راح أعمل عليها اليوم إن شاء الله الدرس. فهو أول شيء التايمر كما قلنا المؤقت، وثاني شيء أيضا راح أعمل على كيف الغاء تفعيل زر الرجوع حتى لا انت يعني ما ممكن المستخدم يضغط على زر الرجوع حتى يرجع للاكتيفيتي الاخر. وايضا المساله الاخرى هي الخروج من التطبيق نهائيا. طبعا انا بالنسبه للاندرويد ستوديو الكورس هيتاجل فتره، يعني لان حاليا ما عندي مجال نهائيا بعد الموضوع. لذلك اي شيء يعني ممكن اشياء اسئله تتكرر على موضوع معين راح اعمل عليها درس مثل هذا الدرس ان شاء الله. من احد الاخوه سالني اليوم على عنده تطبيق اعتقد للاسئله واجبه حسب ما افتهمت، فكل سؤال باكتيفيتي، فيريد انه يجي السؤال بعد مده معينه، بعد مثلا دقيقه او 5 ثواني او 10 ثواني الى اخره، ينتقل الى مباشره، ينتقل بدون ما يعمل اي شيء المستخدم، ينتقل الى الاكتيفيتي الاخره والسؤال الاخر. فلذلك هعمل هذا المثال، يعني طبعا فقط بشكل بسيط انا مثل ما قلت على المواضيع. فهذا طبعا تو اكتيفيتي عملنا، هذا الاكتيفيتي الاول وهذا الاكتيفيتي الثاني، وعندنا ايضا طبعا الواجهات معلم. الاكتيفيتي الاول فقط راح يفتح هذا الاكتيفيتي، بعد 5 ثواني يتحول الى الاكتيفيتي الاخر اللي هو هذا الشاشه الاخرى، وهذه طبعا راح الغي بيها زر الرجوع اللي هو هذا اللي يرجع بين المستخدم بالهاتف، وايضا نعمل زر الخروج من التطبيق. فكيف نبدي بها؟ اول شيء نجي على التطبيق الاكتيفيتي رقم 1 الاول. عندنا طبعا كلاسين حتى نعمل هاي المهمه، اول كلاس اللي هو الهاندلر والكلاس الاخر اللي هو التايمر. نعمل طبعا الهاندلر افضل، لكن راح اجرب الاثنين انا، فنقول له اول مره راح نجرب التايمر، فنقول له كلاس تايمر، استخدم التايمر دوت سكيدجول، العمليه سكيدجول. هذه طبعا العمليه تنفذ تو بارامتر عنده، اللي هي اول شيء التايمر تاسك اللي هو اوبجكت، اللي هو لان الابستراكت كلاس يعني، لذلك ننفذه بالانونيموس كلاس قبل. فنقول له تايمر تاسك بهاي الطريقة، بما انه ابستراكت كلاس فاذا نحتاج نعمله انيشيال بهاي الطريقة الكونستراكتر ماله. وايضا تاخذ بارامتر اخر اللي هو عدد الوقت اللي نريده، اللي نريد نعمل بينه العملية ننفذه يعني. فاللي هو انه مثلا احنا نريد 5 ثواني قلنا، فنقول له 5000 بالملي سكند يعني، واضحة الفكرة؟ فالديلي تأخير الوقت اللي راح يكون يعني ينفذ العملية بعده. فإذا غدنا 5 ثواني 5000، إذا غدت مثلا ثانية واحدة فتقول له 1000، وهكذا تحسبه. فهنا أيضا داخل ال تايمر تاسك كما قلنا هو ابستراكت كلاس، فإذا راح ينفذ عدة يعني ينفذ عملية معينة. فإذا نقول له implement member اللي هي الرن. ليش طبعا ينفذ الرن؟ طبعا ليها بالثريد اللي هي runnable، هذا الكلاس هو أيضا ينفذ runnable. الابستراكت كلاس اللي هو تايمر تاسك ينفذ runnable. طبعا الكلمات اللي قد أقولها المفروض تفهمها أنت، مجرد أنك تعرف الأساسيات لغة الكوتلن أو الجافا، أو تعرف الـ OOP الـ Object Oriented Programming، هاي لازم تفهمها كلها. فحاليا نفذنا هذا الـ Abstract Class عن طريق الـ Anonymous Class بهذه الطريقة، ونفذنا. فحاليا رانا ايش نعمل؟ أي شيء نعمله داخل الرن راح يتنفذ بعد 5 ثواني، لأن كتبنا 5000 هنا. احنا ايش نريد احنا نعمل؟ ببساطة شديدة فقط نريد intent عادي، نقول له intent نبيها، فنقول له this. ياخذ ايضا الاكتيفيتي الاخر اللي هو مين اكتيفيتي 2 هذا اسمه، اللي هو قاعد ننتقل عليه نريد، ونقول له مين اكتيفيتي 2 كلاس دوت جافا بهاي الطريقه، وانتهى. حاليا ليش اكو مشكله؟ احنا حاليا لسنا داخل الاكتيفيتي، فانا منقل الكونتكست اللي هي المكان اللي احنا بينه، يريد الاكتيفيتي اللي احنا بينه. فحاليا احنا ذس احنا هنا داخل الكلاس تايمر وليس الاكتيفيتي، فلذلك هو ما حيعفيه. فنقول له ذس باي الطريقة آت اسم الاكتيفيتي اللي هو مين اكتيفيتي، انتهى الأمر. حاليا عادي ستارت اكتيفيتي كله داخل ران هذا الشغل، ستارت اكتيفيتي الانتنت اللي هو هذا كتبناه، حاليا راح ينتقل مباشرة بعد 5 ثواني وانتهى الأمر بكل بساطة يعني. هذا واحد. اكو الطريقة الأخرى اللي هي أفضل قلنا، لأن هذا الكلاس تايمر وكلاس جافا وليس بالأندرويد، فلذلك الأفضل نستخدم الهاندلر. فنقول له هاندلر، طبعا نفس الشيء نفس العمل يعملون يشبهون حتى أيضا. شوف اقول له هاندلر، هنا اقول له عفوا هاندلر دوت البوست ديلايد بهاي الطريقة، هذا ايضا ياخذ تو بارامتر، ايضا اول واحد ينفذ الواجهة runnable، فنقول له object هنوكا ينفذ abstract class هون الواجهة، ايضا
بطريقه الانونيمز انونيمز كلاس ننفذها. فالران ابل نفسه اللي بيها طبعا ران كما تعرف بالثريد يعني بهاي الطريقه ما بيها كونستراكتر. وايضا نفس الشيء هنا الديلي الوقت اللي نريده فنقول له 5000 ايضا بهاي الطريقه. نفس الشيء هنا حاليا ننفذ الواجهه عفوا ننفذ العمليه اللي داخل الواجهه اللي هي ران ايضا فنفس الشيء. فهون ايضا نفس الحاله بالضبط لعملناها قبل قليل. قل له var داخل on great. فاذا اول ما راح يشتغل التطبيق ينتظر 5 ثواني وينقلنا الى الواجهه الاخرى اللي هي main activity 2. واضحه الفكره؟ اتمنى تكون واضحه حاليا. حاليا اذا نفذنا التطبيق راح يتحول. شوف حاليا فتح اول شيء وانتظر. شوف حولنا راسنا للثاني. واضحه الفكره؟ رجوع. شوف راح يرجع ببساطه. احنا نريد نمنعه ايضا فكيف؟ نجي على الثاني الاكتيفيتي الثاني اللي نريد اللي بين زر الرجوع الثاني. شوف هذا الاكتيفيتي الثاني اللي نريد نرجع ما نريد نرجع منه. شوف ننزل داخل الكلاس ايش نقول له؟ اكو نعمل اوفررايد على داله اللي هي الداله اللي هي نعمل اوفررايد على العمليه اللي هي اون باج بريسد بهذه الطريقه. فقط نلغي اللي بداخله. فحاليا انت حاليا هاي الاون باج بريسد اللي هي زر الرجوع ما دام احنا ما اخذنا كل شيء داخله فاذا ما احتمل اي شيء. فحاليا باعتبار احنا لغينا هذا الزر وانتهى الامر. حاليا نجي ايضا اكو عندنا زر بالاكتيفيتي الثاني قلنا اللي هو هذا اللي هو اسم الاي دي ماله سميناه اللي هو زر الخروج من التطبيق اللي هو اكزيت. شوف نجي عليه هنا بالمين اكتيفيتي 2 التابع اللي هو فقط حتى نفعله. فداخل اون جريت ايش نعمل؟ نقول له اكزيت اللي هو الاي دي مال الزر طبعا. دوس سيت انه كليك لسنر عادي. دن اقول له استخدم الداله العمليه موف تاسك موف تاسك تو باج بهاي الطريقه. قل له ترو فعل هاي العمليه. هذه ماذا تعمل؟ التاسك المهمه الحاليه للنشاط اللي عندك حاليا تضعه تحاول تضعه بالباج تفعل انه ممكن انه يضع بالباج بالتاسك لان الاكتيفيتي ترتب على شكل الستاج. واضح؟ بما انه تترتب على شكل ستاك تظهر عندنا هي تجميع واحد فوق الاخ. فلذلك الاكتيفيتي اللي نريده هسه حاليا يرجعه نريده بغير مكان يعني فعل الخاصيه بانه يرجع للخلف يظهر بالباك يعني. بعدين ايضا نقول له اندرويد باكج اندرويد دوت او اس دوت بروسيس كيل بروسيس فنقول له 1 حتى يقتل العمليه. مثل نقول له كيل بروسيس يعني يقتل العمليه. اهم شيء اللي هي سيستم دوت اكزيت بهذه الطريقه ونقول له 1 ايضا. واضحه الفكره؟ بهذه الطريقه فعلنا حاليا الزر. فحاليا اذا نفذنا حاليا نشتغل التطبيق. شوف بعد 5 ثواني احنا نقلنا مباشره. شوف نقلنا حاليا. شوف حاليا اذا اريد ارجع هنا شوف ما ممكن ما يقبل يرجع لان الزر انتهى تفعيله. حاليا اذا اضغط على الخروج من التطبيق هنا مباشرة خرج من التطبيق. أتمنى يكون هذا الشرح واضح. طبعا ما تلقى أي شرح على لغة الكوتلين على هذه المواضيع حتى بلغة الجافا جدا جدا قليل يعني. فأتمنى يكون هذا مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.